ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. عرف إقليم إنزقان أي تملول منذ صباح اليوم هطول أمطار غزيرة تسببت في انجرافات التربة والفيضانات وادي أورغا على عدد من دواوير جماعة أولاد دحوم، أدى إلى إتلاف بعض الحقول والضيعات. كما تسببت الأمطار الغزيرة في إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية وفي إرباك حركة السير على مستوى الطريق الوطني رقم 10 وبعض الطرق الفرعية بالمنطقة. وفي اتصال مع نائب رئيس جامعة أولاد دحو أكد هذا الأخير أن الفيضانات اجتاحت غابة أولاد دحو الممتدة على مسافة تزيد عن 22 هكتارا، كما تسببت في انقطاع المسالك عن عدد مهم من الدواوير التابعة لتراب الجماعة، مشيرا إلى أن المجلس الجماعي طالما نبه إلى معاناة المنطقة من فيضانة واد أورغا القادم من جبال الأطلس الصغير والذي تسبب في قطع حركة السير في أهم المحاور الطرقية، الطريق السريع الرابط بين مطار المسيرة أكادير وتارودانت، وكذلك شلال في الطريق الوطني رقم 10 بين مدينتي ولاد تيمة وأكادير وإنزقان. هادي راه خيرات هاد المياه، كان كما قلت كان هاد المسؤولين ديالنا عارف كيفاش يخططوا تخطيط يديروا شي مشروع ديال المياه بحال شي سد، بحال راه المنطقه ديالنا غت اش نقول لك اتولي من 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 بين المناطق الغنيه على صعيد المغرب المجال الفلاحي، حيت هي منطقه فلاحيه ومؤخرا تيتوالع عليها سنوات ديال الجفاف عدم انتظام الامطار. وكما قلت لك هاد الخيرات اللي تضيع وكان عرفنا كيفاش نستافدوا منها، راه اش نقول لك تقريبا 20 عام 20 عام منطقه سوس ما غتعانيش من مشكل ديال الجفاف، لان عندنا الخيرات ولكن ما تنستافدوش منهم ما تنستغلوهمش. هذا كل شيء ترجع لسوء التسيير. انا ما عرفت هاد المسؤولين وهاد المسؤولين المحليين ديال الجماعه ولا ما عرفت شنو هو الهدف ديالهم، شنو هو الدور ديالهم، اش تيديروا في 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 في, 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 في الاداره في البيروات ديالهم. كما قلت لكم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.